وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أهلا بك في نشرة الثالثة. سموك، ما هي جهود المحافظة الجنوبية في نظام تواصل؟ شرفنا في المحافظة الجنوبية الحصول على هذه الجائزة، جائزة أفضل أداء للعام 2021 في منصة تواصل، وهذه الجائزة تأتي ضمن حرص المحافظة لتنفيذ توجيهات سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة وتكريم من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لبذل المزيد من التواصل والخدمة لأهالي المحافظة الجنوبية وتحقيق سرعة الاستجابة لاستقبال المراجعين وتلقي شكاويهم ومقترحاتهم. ولا شك أن المحافظة الجنوبية حريصة دائما للمشاركة في نظام تواصل، كما أن هي حريصة لتقديم كل المعاملات للعملاء والمراجعين الكرام عبر حزمة من القنوات الإلكترونية، بالإضافة طبعا للحضور لمبنى المحافظة. فاستثمرت المحافظة في هذه التقنيات واستطاعت بكل تفان وجهد أن تحصل على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي. ولا شك أن تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع المواطنين من أبرز الأدوار اللي تقوم بها المحافظة الجنوبية في ظل متابعة واهتمام معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، الذي دائما يدعم المحافظة في جهودها في التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوي. فلا شك أن هذه الجائزة وهذا التكريم من قبل سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان لبالغ الأثر في نفوسنا ودافع كبير لبذل المزيد من العطاء والتواصل وتحقيق أعلى مستوى من التواصل والشراكة. نعم. وفريق عمل المحافظة فريق يعني قام بدور في هذه الجائزة، ولهم كل الشكر والتقدير على جهودهم، كذلك الأهالي الكرام والمراجعين والمواطنين لهم منا كل الشكر والعرفان على تواصلهم معنا في المحافظة وعلى جهودهم. وتحقيق سرعة الاستجابة هو واجب علينا لضمان أفضل خدمة وأفضل مستوى للعملاء الكرام، وإحنا يشرفنا الحصول على هذه الجائزة، ونؤكد دائما عن استمرارنا إن شاء الله لبذل المزيد، خاصة أن المحافظة حصلت على هذه الجائزة خلال عام 2021 في ظل تداعيات جائحة كورونا، ولكن هذه الظروف ما أثرت في التواصل مع المواطنين، بل خلتنا ملتزمين ودائما متواصلين مع الأهالي في كل المجالات. نعم سمو المحافظ، ما هي الإنجازات التي حققتها المحافظة في التحول الرقمي في خدمة العملاء تحديدا؟ المحافظة الجنوبية استثمرت في العديد من القنوات والمجالات الإلكترونية لتطوير مستوى العمل. فلقد استثمرت المحافظة في تقنية الاتصال المرئي وتقنين هذه التقنية في التواصل مع المواطنين، ومن أبرز المنصات اللي عندنا منصة المجلس الافتراضي، والمجلس الافتراضي حقق العديد من الإنجازات والتفاعل مع المواطنين، ولقد حصلت أيضا المحافظة على جائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية في جائزة الحكومة الإلكترونية لعام 2021 العام الماضي. نعم. حققت المحافظة هذه الجائزة نتيجة هذا التحول الرقمي اللي نشهده في المحافظة في تحويل بعض الخدمات إلى خدمات إلكترونية لنسهل على المواطنين التواصل معنا عبر سلسلة من القنوات والوسائل. وأيضا في العديد من القنوات اللي بالإمكان المواطن الكريم يتواصل معنا في أي وقت، وقنواتنا دائما موجودة لتلقي آرائهم ولتعزيز الشراكة والتواصل مع جميع مناطق المحافظة الجنوبية والأهالي الكرام. ولا شك أن هذه الجوائز تعطي للمحافظة دائما الدافع لبذل المزيد، وإحنا نشكر الحقيقة العميل والمراجع الكريم، لأن المراجع الكريم يعني هو اللي يشجعنا دائما لتقديم الأفضل من الممارسات. ولا شك أن التحول الرقمي هو نهج قائم للمحافظة، والتواصل الإلكتروني هو جزء من استراتيجيتنا العامة لتطوير مستوى العمل ولتحقيق أعلى مستوى وأعلى مستوى من الدقة في التواصل مع المواطنين الكرام.
واحنا اليوم نعتبر التحول الرقمي واجب، وتطوير مستوى الخدمات جزء من سياستنا في المحافظة، وإن شاء الله نقوم دائما بالواجب في خدمة أهالي المحافظة في ظل توجيهات سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وإن شاء الله المحافظة دائما تقوم بدورها في تعزيز التواصل وتطوير مستوى التنسيق مع الأهالي وتلقي آرائهم وشكاويهم عبر قنوات مختلفة. نعم، سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، شكرا جزيلا لك.